نروح بقى يلا يا موحى. لحاجة فيها ايه بيقول لك دايما الراجل بيتسأل ايه هي مواصفات شريكة احلامك او شريكة حياتك المستقبلية. فعملوا دراسة في البرازيل، الجامعة برضو؟ الفيدرالية، بتقول ايه بقى؟ بتقول المواصفات اللي الراجل نفسه فيها وبرضو المواصفات اللي هو بيرفضها. كذا كذا بند كده. اول حاجة قال لك الست اللي يخاف انها تسيبه، بمعنى ان الراجل ما بيحبش الست السهله طول الوقت، الراجل بيحب الست اللي صعب يوصل لها. تاني حاجه الست السعيده مع نفسها، ده باعتبار ان هي لما تبقى سعيده مع نفسها هتسعد الاخرين. اللي هي الست اللي وهتبقى مش محمله عليه. بالظبط. ايوه بالظبط كده، جور السعيد تسعد. صح. هي تالت حاجه الذكاء والذوق، الراجل بيحب الست اللي لبسها شيك وبتعرف تختار اللبس عامل ازاي ووقته عامل ايه، وانها تبقى ذكيه وبتفهمه بسرعه. رابع حاجه الغيره والتحكم، الراجل ما بيحبش الست المتحكمه والمتسلطه في كل شيء. بصي يا رجاله، مصنفين الغيره ايه؟ تحكم. وبتغير دايما من اي سبب. اخر حاجه المساعده، تحس ان هو شحات. الراجل بيحب الست اللي عندها طرق انها تساعده وتحل مشكله هو مش عارف يحلها. تساعده يمكن فكريا برايها بوجهه نظرها، انه يستشيرها طبعا. يعني بعتقد ان هم بيفكروا في كده، انه الراجل ساعات بيبقى عايز فعلا يروح البيت يشتكي او يحكي للست وياخد رايها وتشاركه، لانه اتنين بيفكروا غير واحد بيفكر. صح. وانها تساعده دايما، ما هياش مش يعني عايزينها تصد دايما. لا، يعني جملة اللي تشوفه واللي انت عايزه وانت حلها وانت بتفهم اكتر وانت عندك خبرة اكتر، احيانا جمل بتزهق. يعني احيانا بتصير جمل بتحس الراجل انه على كتافه عبء كتير. لا، وانه لوحده. وانا عايز شريكة الحياة. بالزبط. دي اسمها شريكة. صح. الحياة يعني اللي هي ايه، ارمي عليها وتشيل معايا. تساعد، تدي افكار، احس بحماسها. لان يعني احيانا على فكره شيري، انا احيانا ببقى عايز اخد قرار وما بين البنين، يعني 50% و50% لا، عايز اي حد صح بيحبني من قلبه بجد. صح. يقول لي صح ولا لا. ده حقيقي. مش عيب. مش يعني هتلاقيه غير عند شريكه حياتك. ايوه، اللي هي اللي هتديك الدفعه اللي انت متردد فيها. صح. لانها اكتر واحده خايفه عليك. صح. ويحبها فرفوشه. ايوه، بيحبها فرفوشه كده. فرفوشه يبقى انا بقى على طول. فرفوشه يبقى انا. مفيش كلام. جميله ما شاء الله. صوت هواتي مش عصبيه خالص. كل مش مواصفات خالص. حمار وحلاوه. حمار شفتي؟ هنروح.